السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا معاكم هنتكلم في موضوع انتوا طلبتوه مني، او بالاخص هي بنوتة صغنونة يعني طلبته مني. بس انا الكلام النهاردة هيبقى موجه للامهات والاباء اكتر من الاطفال، لان الاطفال زي ما انا قلت لكم هما احنا اللي بنتحكم فيهم واحنا اللي بنعرفهم ايه الصح من الغلط. اول حاجة هنبدأ بيها الموضوع ده او عنوان الموضوع الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. فيروس كورونا خلانا كلنا محبوسين في البيت، كلنا. انا مش بحب كلمة محبوسين في البيت، بس من كتر ما احنا بنقولها خلاص، بس هي كلمة كلنا قاعدين في البيت. قاعدين كبار وصغيرين، الكبار معاهم مسؤوليات في البيت بيعملوها، يعني انا كأم معايا مطبخ وتنظيف ومواعين وحاجات كتير في البيت كلنا بنعملها، كل الامهات عارفاها. والاباء دلوقتي كلهم قاعدين في البيت بسبب ظروف الشغل، مفيش، مش زي الاول بيطلعوا من الصبح بيرجعوا متأخر او الوقت كله عندهم بره البيت. دلوقتي زي ما احنا كأمهات قاعدين في البيت كذلك الأبهات قاعدين معانا، فالكلام ده يبقى موجه للأمهات والآباء اللي موجودين كلهم معانا في البيت. أول حاجة هنتكلم فيها إن إحنا، مش هقول طبعا إحنا زهقنا واتضايقنا والوقت طال علينا والأول كنا مبسوطين إن إحنا نقعد في البيت، دلوقتي خلاص اتضايقنا، لأ، إحنا هنحاول نستغل الفترة دي بأحسن ما يكون، نحاول ان احنا ككل يعني اب وام في البيت معاهم اطفال، معاهم يعني امهاتهم او معاهم ابهاتهم في البيت الناس الكبار، نحاول ان احنا نستغل الوقت ده على قد ما نقدر، ونستغله في حاجة مفيدة وحاجة صح. احنا ضيعنا وقت كتير الوقت اللي فات من اول ما قفلت المدارس في نص ثلاثة واحنا قاعدين في البيت والاولاد قاعدين في البيت وبنهيص ومبسوطين واجازه، وبدانا الاجازه بدري جدا لدرجه ان الامهات كلهم تعبوا. تمام، تعبنا وكل حاجه، بس تعالوا ننظم عشان ما نحسش ان احنا فات وقت طويل مش بنعمل فيه اي حاجه مفيده، وفي نفس الوقت الاولاد حسوا ان الوقت يعني نما الوقت ده نما عندهم فكره الوقت المهدر، يعني بقوا الوقت المهدر عندهم بلا، يعني الوقت بلا قيمة، طول الوقت قاعدين ماسكين كل واحد ماسك جهاز في ايديه، التلفزيون شغال من اول ما بنصحى لغاية لما بننام، قاعدين مش بنطلع مش بنشوف حد من قريبنا زي الاول، قاعدين في البيت كلنا، مفيش الوقت كله بالنسبة لهم الصبح زي الليل زي الظهر العصر كله زي بعضه. فده كان سبب ان هم زهقوا. تعالوا كده نشوف الأول الدكاترة بتقول إيه في موضوع الأجهزة. الأجهزة في إيدين الأولاد وكلكم معايا في الكلام ده، محدش يقول لي لا أنا منظم وقتي، أنا بديهم بالساعات، أنا مش يعني في صعوبة، أو أنتي على ما وصلتي للموضوع ده عانيتي أكيد يعني. بس خلينا كده نبدأ مع بعض ونشوف الدكاترة بيقولوا لنا ايه. بيقولوا لنا ان الطفل الصغنن خالص اللي انت بتدي له الموبايل بتاعك عشان تسكته، او انت كأم بتديه له بتقولي له خد عشان انت تروحي تغسلي لك شويه مواعين على الحوض وتخلصي، بيقولوا ده يمسكه ساعه وساعه متفرقه كمان، ما بيحصلش طبعا مننا. الطفل اللي كبر شويه 8 او 9 سنين معاه التابلت في ايديه او الموبايل اي حاجه في ايديه اي جهاز في ايديه قاعد متسلطن من اول ما بيفتح عينه لغايه لما ينام بالليل مش حاسه بيه. ده انت بتقولي ده ابني الحمد لله ده انا مش بسمع له صوت، ده مش بيتحرك من مكانه، مش حاجه لطيفه ولا حلوه خالص يعني، بس احنا بنريح دماغنا. ابنك من 10 سنين و12 و13 فيما فوق هتلاقيهم كلهم الموبايل في ايديهم لازق، يعني انا مسميها كلمه ان الموبايل لزق في ايديهم من كتر ما هم ماسكينه، رايحين ياكلوا في ايديهم، داخلين الحمام في ايديهم، بيغير هدومهم لازق، هو لازق اصلا في ايديهم. غير ان هم لما بيدخلوا يناموا بالليل الموبايل جنبهم على المخده،
بيفتحوا عينيهم في الضلمه والدنيا مظلمه، يبصوا في شاشه الموبايل، ده خطر طبعا جدا، يتفضلوا يبصوا كده ويقفلوا. اول ما يفتحوا عينيهم الصبح يبصوا، ولا بيسالوا على اكل ولا بيسالوا على، اول ما يسيبوا الموبايل يفتكروا ان هم جعانين وهم ماسكينه، لا احنا تمام، مش ما يعملوش هوسه ولا يعملوا دوشه ولا اي حاجه. في حين ان الدكاتره برضه بيقولوا لك الطفل من مثلا 10 او 12 سنه يقول لك يمسك الموبايل ساعه او ساعتين يعني بالكتير، يعني تكوني انت مقسماهم برضه على اليوم. وده طبعا زي ما قلت لكم دلوقتي وشرحت لكم مش بيحصل. طب وبعدين احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في نفسنا وهنعمل ايه في اولادنا؟ الوقت عمال يضيع والموبايلات بتعرض حاجات انت مش عارفه حتى المحتوى اللي هم بيتفرجوا عليه ايه، يعني مش عارفه، يعني عايزه اقيم الموضوع. الموضوع صعب جدا، ودخلنا لان احنا الزمن بتاعهم كده، مش هينفع اقول لكم نشيل نسحب منهم الموبايلات خالص، مش هينفع. طب ما هم عايزين يواكبوا العصر، عايزين يعرفوا اخبار العالم، عايزين يكلموا اصحابهم يدردشوا مع بعض، هنعمل ايه؟ تعالوا مع بعض نتكلم في حلول بديلة، يمكن لما حد فينا يجربها يقول للتاني يلاقيها ممكن ايه وفرت معاه شوية في وقت الموبايل، خلته شوية يتفاعل مع الأسرة. يعني هنتكلم كده في شوية حلول، يعني ان شاء الله بإذن الله يكون ليها صدى يعني، وكلنا هنجربها مع بعض. يعني انا معاكم فيها، وحاولت ان انا اعمل كذا حاجة هقول لكم عليها، يعني شوية ريحت ضميري وريحت نفسيتي من ناحية ان الوقت لازم يبقى في حاجة مفيدة. اول حاجة كلمتكم عليها كنت في الفيديوهات اللي فاتت، النوم بدري والصحيان بدري. لما نبدأ ان احنا ننيم اولادنا بدري واحنا كمان معاهم ننام بدري ونصحى بدري، انا مش بتكلم بدري اللي هو احنا ننام بعد العشاء ونصحى اللي هو نصحى الساعة 8 الصبح، لا طبعا. الناس اللي هي بتعمل كده يعني ممتازة، بس انا نفسي مش بعمل كده ومش بقدر اعمل كده. انا بكلمكم في حكاية النوم بدري اللي هو ما نعديش 12 بالليل، ما نعديش منتصف الليل، يعني معاكم من قبل 12، بعد 12 لا خلاص خلينا قبل 12. كذلك صحيان الصبح بلاش نعدي 11، بلاش نعدي 12، هيفضل لنا ايه في اليوم؟ هنرجع برضو قبل 12 الظهر نصحى. اصحي اعملي دوشه في البيت، افتحي كل الانوار والشبابيك وخلي كل اللي في البيت يصحى عشان يتعلموا ان هم يناموا بدري. دي اول نقطه كنت اتكلمت معاكم فيها وانفعلت وتحمست ويعني كنت يعني اتمنى ان هو يكون عمل صدى معاكم يعني، وانتوا تتحركوا في النقطه دي. زي ما قلت لكم اول حاجه اني ننام بدري نصحى بدري، هيبقى الوقت محدد معانا، هيبقى معانا النهار كله نقدر نستغله، هيجي علينا الليل لان احنا صاحيين بدري هتيجي طاقتنا بالليل شويه هتخلص، فهنحس ان احنا عايزين ننام هننام. في النهار معانا النهار كله نستغله. ندخل في النقطه اللي بعدها، الصلوات الخمس. الصلوات بتاعتنا الحمد لله كلها جايه في اوقات، معظمها اوقات الصبح في النهار، معانا من اول الفجر طبعا الاطفال، يعني انا بتكلم على الاطفال اللي هي بدات تصلي او تتعلم الصلاه. هنيجي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، معاكم لغايه يعني على مدار اليوم سبحان الله ربنا عامل لنا صلوات تنظم يومنا. لو ابنك مش هقول لك يعني هو هيصلي، لا مفيش حد في الدنيا، افتكري انت نفسك او انت افتكري نفسك كأب بدأتوا امتى تنتظموا او تصلوا، مش هنحاول لان الاولاد في الزمن اللي احنا فيه ده صعب ان احنا نشتغل معاهم اللي هو اسلوب لا لازم تصلوا الصلاة، لا خلينا شوية اذكياء في التعامل، خلينا نحببهم في الموضوع بدل ما نخليه موضوع خوف ورهبة، لا احنا بنعلمهم عشان هم يميزوا ويعرفوا واديهم وقتهم، مرة هيصلوا مرة هيقطعوا في الصلاة بعد كده هيرجعوا تاني ينتظموا، المراحل دي كلها مرينا بيها، هنديهم وقتهم فيها وهنبدأ معاهم من سن، يعني انا بالنسبة لي مش هبدأ بدري قوي، معايا من سن 7 سنين التعليم، التنظيم في الوقت، التنظيم في اليوم كله. الصلاة هتنظم اليوم بالكامل،
يعني انا بالنسبه لي انا بحس في الموضوع ده بالصلاه كل حاجه بالنسبه لي، بعد صلاه الظهر، بعد العشاء، بعد المغرب، فده هينظم معاكوا اليوم كله. دي تاني نقطة دخلت عليها من نقطة النوم بدري. تاني نقطة الصلاة، حتى لو قلت لكم ما صلاش الصلوات كلها بالكامل، بس هو محدد بأوقات، هقوم هسيب اللي في ايدي، هسيب الموبايل وهقوم اصلي الظهر. افصليه، خلي الصلاة طريقة ان انت تخليه يفصل اللي في ايده، يفصل من اللعبة، يفصل من دردشة اصحابه، يفصل من الكلام في التليفون، افصل ويرجع تاني، بس روح صلي. فاللي هي يعني بصوا هتبقى وسيله منها، انت بتخليه يتعود انه يعمل حاجه كويسه، وفي نفس الوقت فصل من ان الموبايل يبقى لازق في ايديه على طول. تالت نقطه، اشغليهم معاكي في البيت. ليه ما تديهمش، ما تديش كل طفل عندك في البيت مهام يعملها، كل واحد على حسب سنه. مش هقول لك انا تديهم مهام تخليهم يعني يحسوا ان هم خدامين في البيت في البيوت، لا، كل واحد حسب سنه. ويعني ايه، خلي كده الكبير شويه مميز في حاجات هو شاطر او بيعرف يعملها، الاصغر شويه ميزيه، لو هي بنوته مثلا ميزيها بحاجات هي تقدر تعملها يعني، وما نغلس عليهم يعني، بحيث ان هم يحسوا ان هم متضايقين، لا، احنا نديهم المهام بلعبه يعني. هاتوا يلا، ايه رايكم نكنس الارض مع بعض، هاتوا المكنسه كده بالكهرباء ونقعد نكنس هنا ونكنس هنا، ونعملها زي لعبه نلهيهم، بحيث ان احنا يسيبوا ينسوا شويه الموبايل. تعالوا طيب، ايه رايكم نمسح الاسطح بتاعه البيت، ننظف حاجات بسيطه زي كده. لو عندك بنوته تعالي احط لك كرسي عند الحوض في المطبخ، اغسلي شويه الاطباق دي، يكون عندك شويه حاجات بلاستيك كده، حتى لو مش نضاف حطيهم في الحوض، خليها تتسلت فيهم، خليهم يسيبوا الموبايل على قد ما يقدروا. انت كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي، بدل ما هم قاعدين وانت شغاله في المطبخ، شغاله تعملي اكل وطبيخ وتحطي وتشيلي وتنشري وتروحي وتيجي، وانت رايحه جايه شايفاهم مكانهم قاعدين معاهم الموبايل ما بيتحركوش، او قاعدين قدام التلفزيون شغال ما بيتحركوش. طيب انت لما بتعملي كده بتقوميهم، بتفصليهم، افصليهم على قد ما تقدري، وافصليهم بذكاء زي ما قلت لك، من غير ما يحسوا ان انت ولد سيب الموبايل من ايديك، لا انا قلت ان انت تسيبه في الوقت الفلاني، لا انا قلت ان انت خلاص وقتك خلص، لا، خليكي ذكيه وقولي له ايه، طب معلش حبيبي سيب كده الموبايل، تعالى ساعدني، معلش والنبي ده انت شطوره يا عسوله، يلا تعالي كده طبقي معايا الغسيل ده، وقت انت كده فصلتي منهم، وهم كده فصلوا التركيز الشديد في لعبه او زي ما قلت لكم او في حاجه هم يكونوا فاتحينها على الموبايل. دي كانت ثالث نقطه. رابع نقطه، لما يكونوا ماسكين الموبايل شاركيهم، روحي لبنتك قولي لها الله بتتفرجي عليه، ممكن اتفرج معاكي، لو حاجه مش مناسبه لي، انا عارفه ان هي طبعا هتبقى حاجه اطفال مش مناسبه ليكي، لا حاولي ان انت تشاركيهم، الله دي الوانها جميله، الله انت اللي رسمتي العروسه دي حلوه جميل، الله ده البرنامج ده اسمه ايه، ده انت مع ابنك، اللعبه دي ايه، ايه ده، طب ما تيجي ناخد دور مع بعض، انت دور وانا دور، طب حاولي ان انت تدخلي تقحمي نفسك في اهتماماتهم عشان يحسوا ان انت معاهم، ولو جيتي في وقت قلت لهم يعني خلاص نسيب كلنا مع بعض ونقعد مع بعض، يبقى انت شاركتيهم، مش بس شاركتيهم في حاجات تانية، لا شاركتيهم كمان حتى في اهتماماتهم. لو جينا قلنا وشغل البيت مش مخصص بس زي ما قلت لكم للبنات بس، لو انت عندك بنوتة مثلا وعندك ولد او ولدين تقولي للبنت بس وتسيب الولد، لا، الولد لازم يشتغل زيه زي البنت في البيت، ولما يساعدوكي في البيت هما مش بس بيخففوا عنك، يعني بيحسوا بيكي، بيقولوا ايه ده، هي ماما بتتعب كده، هي ماما بتعمل ده كله واحنا مش حاسين. حاولي تحسسيهم بيكي على قد ما تقدري، لان انت لما يفوت بينا العمر والوقت وكده هنحس ان احنا ضيعنا وقتنا، ويعني عملنا ايه لنفسنا، مفيش وقت حتى كنا نبص يعني في المرايه حتى زي ما بيقولوا لنفسنا.
بس انتي وفري شويه يعني، وبلاش هوني على نفسك شويه. لو ما عملوش حاجه صح قوي عادي مش مشكله، خليهم يعني ما كنسوش بدقه قوي زي ما انتي بتعملي، مش تاخدي منهم المكنسه تقول لهم لا هاتوا انا كنس، وتكملي انتي وهم خلاص يسيبوك ويفرحوا ويقعدوا تاني ويرجعوا للموبايل. لا سيبيهم، صحيح مش هيعملوا الحاجه زيك انتي بالظبط، ولكن انتي بتعلميهم المساعده، بتعلميهم المشاركه، بتعوديهم ان هم يبقى ليهم اهتمامات وليهم حاجات اساسيه في الحياه، غير ان هم يلعبوا ويمسكوا الموبايل والحاجات دي كلها. انا ده كله اتكلمت بس على الام، انا لسه ما دخلتش في دور الاب في القعده في البيت، بس هجيله دلوقتي. احنا كده قلنا ثلاث نقط. النقطه الرابعه اللي معانا نقعد مع بعض. الوقت ده فرصة جميلة جدا ان احنا نقعد مع بعض. كل اسرة الاب موجود، انا جبت اهو سيرة الاب دلوقتي، الاب موجود يقعد مع الاولاد. في ابهات ما بتقعدش خالص مع الاولاد، كانت بتروح الشغل الصبح ترجع بالليل الاولاد نايمين ما بتشوفهمش، بتبصهم على السرير وتدخل تنام، واحيانا مش بتبصهم كمان. فلا واقفة كده شوية عند الاب، يركز شوية انه يقعد معاهم، يشبع منهم. احلى فترة دلوقتي وهم معانا في البيت، بكرة هيكبروا وكل واحد يروح مكانه، اللي هيسافر هيروح كلية، واللي هيسافر يكمل تعليمه في اي حتة، واللي هيسافر هيبعدوا هيطلعوا من حضننا في البيت. احلى وقت دلوقتي ان احنا نقعد معاهم، نضحك نهزر نهيص. افتكري كده زمان ايه كان احلى وقت عندك في الحياه وانتوا صغننين؟ القعده لما كنت قاعده مع اخواتك في البيت وبابا وماما قاعدين وماما بتحضر الاكل وبتقعدوا تضحكوا وتتريقوا على مش عارف ايه وتتفرجوا على المسلسل الفلاني مع بعض. اعملوا كده دلوقتي، احنا افتقدنا النقطه دي مع بعض من كتر ما احنا كلنا بنبقى قاعدين، كلنا قاعدين مش نقعد مع بعض، كلنا قاعدين كل واحد ماسك الموبايل. انا بسمع بشوف فيديو فيديوهات الطبخ اللي ما بتنتهيش، وما في الاخر ما بنعملش منها اي حاجه، يمكن نعمل منها وصفه ولا اتنين ونقول اهو اتعلمنا. نمسك الموبايل في ايدينا على طول، باباهم قاعد ماسك الموبايل بيلعب، ابني الصغير قاعد، ابني الكبير، بنتي، كلنا قاعدين ماسكين الموبايل. طب وبعدين احنا كده قاعدين مع بعض؟ لا، نخصص وقت في اليوم، يلا كله يحط الموبايل على الترابيزه عشان هنقعد مع بعض. تتحط الموبايلات، كلنا نقعد مع بعض. ايه ده، فاكر لما احنا زمان مش عارف ايه، ده كان موقف جميل. نفتكر مواقف حلوه مع بعض، نفتكر ناس طيبين كانوا في حياتنا، اجدادنا وجداتنا كانوا طيبين، وكانوا ناس كانت زمان اولادنا ما تعرفش حاجه عنهم، نكلمهم عليهم، نكلمهم عن الاخلاق اللي كانت جميله زمان، الصفات الحلوه، القعده مع بعض، حاجات هم يعني انا مشفقه عليهم ما عاشوهاش في الزمن اللي احنا فيه ده. ما ننساش ان احنا دايما نقعد معاهم، نتكلم، نضحك، نلعب. ما فيهاش حاجه لما الاب يقعد مع ابنه ويعني يلا نلعب، هنلعب ايه يا سيدي؟ مش بلاش العاب. ما انا من الناس اللي ضد ان انا اضيع فلوس في الالعاب اللي هي ملهاش لازمه او مش مفيده. نلعب ايه؟ ننط، نتشقلب، على يتشقلب بابا، يتشقلب وابنه يتشقلب حواليه، ونضحك ونهيص ونتعدل ونرجع تاني نتشقلب. نلعب خلاويص في البيت، يعني احنا بنلعب خلاويص في البيت نفسه. راح فين؟ دور عليه اهو هنا، راح، ونبقى احنا شايفينه بس نستهبل. يعني احنا كأم وأب عايزين نخليهم يندمجوا معانا، يشوفوا ضحكتنا مع بيهم، يشوفوا فرحتنا بيهم. بلاش الانقطاع، احنا انفصلنا يعني مؤخرا الوقت اللي احنا فيه ده انفصلنا جامد، كل واحد في الاسره انفصل عن التاني بدرجه بشعه. خلينا نرجع نلم بعض تاني، فرصه كويسه جدا. ارجوكوا ساعدوني في الوقت ده اللي احنا فيه نرجع تاني معنا الاسره اللي مع بعض، القعده الحلوه، الضحكه، الهزار، نحس بالألفة مع بعض. الأب ما كانش بيقعد، خليه يقعد دلوقتي ويهزر ويضحك، مش يدخل ينام والدنيا مقلوبة بره. مش مشكلة أنا هنام واصحى، خليني أنام واصحى يكون هم ناموا عشان استريح من وشهم ودوشتهم. استمتع بيه دلوقتي، أنت لسه صغير في السن أو لسه شاب، ما عجزتش عشان تاخد لك جنب وتسيب الأم هي لوحدها بتعمل كل حاجة. لا، شاركوا بعض في القعدة الحلوة، الضحكة، كل الحاجات دي. خلي الاب يمسك ابنه،
تعالى احفظك صور من القرآن، تعالي اسمع لك. انا عارفه ان الناس دايما يعني تقول لك احنا في اجازه، احنا لا، نستغل الوقت حتى واحنا في الاجازه، نستغل الوقت في حاجه مفيده وحاجه كويسه اولادكم لما يكبروا هيدعوا لكم عليها. اقعدوا اتكلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاولاد، اتكلموا عن الصحابه، حكايات قصص القران جميله جدا وكلها موجوده دلوقتي على النت، وقصص بطريقه للاطفال بطريقه ممتعه وطريقه جميله. مش تقولي لابنك او بنتك هاتوا قصص القران على اتفرجوا عليها. طب وانت بتعملي ايه؟ شغليها معاهم، اقعدي معاهم، خلينا نسمعها مع بعض، نشرحها بطريقه مبسطه لو هم مش فاهمين، نتكلم فيها، نشوف احنا اتعلمنا منها ايه. الحاجات دي كلها بتفرق جدا مع اولادك لما يكبروا. في نقطة تاني كنت عايزة اكلمكم فيها، بس احنا هنكمل في الجزء التاني من الفيديو، وكده كفاية عليكم النهاردة النقط دي، نحاول ان احنا نجربها مع بعض. انا معاكم فيها وهبدأ معاكم فيها، يعني انا بادئه يمكن من قبلكم من فتره، في حاجات معايا اتحققت وفي حاجات لسه بحاول فيها، هقول لكم وصلت لغايه فين الفيديو الجاي ان شاء الله. وعايزاكم انتوا كمان تشاركوني وتكتبوا لي عملتوا ايه كامهات مع اولادكم واطفالكم، ايه الحاجات اللي هي نجحت معاكم والحاجات اللي انتوا لقيتوا فيها صعوبه. هنكمل مع بعض الجزء الثاني ان شاء الله. اتمنى منكم ان انتوا تشتركوا في القناة عشان وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديو الجديد، وتتابعوا معايا الأجزاء، سلسلة الأجزاء بتاعت تنظيم الوقت وإزاي نستغل الوقت في حاجات مفيدة مع الأطفال. وهعمل فيديوهات إن شاء الله للأطفال نفسها إن أنا أتكلم معاهم فيها. وأنا برحب بكل الناس اللي دخلت جديد عندي في القناة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.